من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إن ربكم الله الذي خلق
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد
وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا يفصل الآيات لقوم يعلمون
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام يا سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أحسنت ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم.